السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أصدقائي؟ أخباركم؟ طبعا أول شيء أنا بعتذر على القطع، بعتذر كثير، ولكن أنا قطعت هاي القطعة بظرف، وكثير ناس سألتني عن الظرف. شكرا لكم جميعا، شكرا على التعليقات الطيبة اللي إجتني بآخر فيديو، طبعا هاي هي أفضل التعليقات بالفيديو الماضي، شكرا لكم من القلب، والله شكرا، ما راح أنساكم أبدا. المهم خلينا نفوت مباشرة على الفيديو، بس قبل ما نفوت خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أصدقائي، اليوم الفيديو هو للاعبين خط الوسط. لاعبين خط الوسط طبعا هاي التمارين بتفيد كل اللاعبين، كنت دفاع او وسط او مهاجم، ولكن اكثر شيء هاي التمارين بتخص لاعبين خط الوسط. اذا كنت لاعب خط وسط وحاب انك تطور مستواك وتلعب برا، بس ركز بهاي التمارين يا صديقي، وباذن الله هاي التمارين راح تغير كثير منك. طبعا انا بلعب لاعب خط وسط، وانا بلعب هجوم وبلعب ظهير، الى 3 مراكز، بلعب ظهير يمين وجناح يمين وجناح يسار ووسط يمين، احيانا بلعب وسط. المهم انا هاي التمارين بتفيدني بكل المراكز، تمام يا اصدقائي؟ يعني انت باي لحظه فريقك ممكن يطلبك بمركز غير مركزك، اذا كنت مهاجم ممكن يطلبوك بالوسط، اذا كنت وسط ممكن يطلبوك بالدفاع. فأنا يا اصدقائي لازم تجهز حالك من كل النواحي حتى تكون جاهز، بيكون الفريق يحبك اكثر، بحيث اي لحظه طلبوك بمركز معين تبدع فيه. ويلا بينا بدون ما نطول، طولت كثير حكي وبعتذر، ويلا بينا نفوت على التمرينات. مشاهدي ممتع. طبعا يا اصدقائي كل شيء انت بتحتاجه بهذا التمرين هو قمع وكره، اي شيء بدون قمع بتقدر تعمل، اي شيء بتقدر تعمله قمع، حجره بيصير اي شيء، ولكن الافضل انه يكون عندك قمع وهاي الكره تبعيتك، ولازم يكون عندك حيط، تمام؟ الحيط هو اللي راح تمرر له مشان يرجع لك الكره، تمام؟ اذا عندك صديق بيصير او حيط بيصير، اي شيء بيصير، لا تصعبوا كثير التمارين، كل شيء بيصير بابسط الاشياء اللي عندك، المهم انك تتمرن هاي التمارين. يلا بينا نفوت على التمرين الاول. تمام يا أصدقاء، بتجيك الكرة تسحبها شوي، تمام؟ تسحبها شوي للخارج، جتك الكرة، هذا هو الخصم، تسحبها شوي للخارج بعدين بتاخذها مباشرة. بهاي اللحظة شو راح يصير؟ الخصم راح يبعد عنك شوي، الخصم راح يروح على هاي الاتجاه، اتجاه السحبي، سحبتها هيك الخصم راح يروح معك هيك مباشرة. التمرين هذا أصدقاء بتمرنه 30 مرة، تمام؟ ومرة بالقدم اليمين وبعدين مرة ثانية بالقدم اليسار، تمام؟ واحد، اثنين، تمام يا أصدقاء، يلا بينا على القدم الضعيف. طبعا القدم الضعيف عندي كانت الإصابة فيها لهيك عم توجعني شوي بالتمرين، إن شاء الله راح أكون أفضل. تمام يا اصدقاء، يلا بينا على التمرين الثاني. التمرين الثاني يا اصدقاء بتشوت الكره بقدمك القوي، بعدين تهديها بقدمك الضعيفه، بعدين تسحبها بقدمك القوي، تمام؟ هي عشان تخلص من اللاعب اللي وراك. تمام يا اصدقاء، نفس الشيء بالقدم الضعيف بتشوت، بعدين تهديها بالقدم القوي بتروح بالقدم الضعيف. تمام يا اصدقاء، يلا بينا على التمرين الثالث. شوت الكره على ترجع تاخذها بقدمك هيك بعدين مره هيك، هاي المهاره عملها كريستيانو رونالدو بيض لاعب هاي لما كان صغير مانشستر يونايتد. طبعا يا اصدقائي التمرين الثالث مثل ما حكينا مره باليمين ومره باليسار، يلا خلينا نسوي باليسار بس مرتين، نسيت ما اسويها. التمرين
منين الرابع يا اصدقائي بتشوت الكره وعقبها ترجع لك بتهديها بنفس قدمك اللي شطه فيها، وبعدين قدمك الثاني تسحبها هيك تمام، لان خصمك راح يكون واقف هون عند المكان اللي هديت الكره، لو تسحبها هيك بظهرك الخصم راح يضل وراك وانت تهرب بالكره تمام يا اصدقائي. يلا مع بعض نشوف التمرين. طبعا يا اصدقائي هاي التمارين جميعها 30 مرة لكل تمرين، مرة بقدم اليمين ومرة بقدم اليسار. التمرين الاخير يا اصدقائي هذا راح تحدي فيه اي مدافع، راح تاخذ مدافع على الجهة وانت راح تروح على الجهة، تابع مع التمرين، التمرين حلو كثير. هاي مهارة حلوة الكل بيعرفها بس لازم تتمرن عليها عشان تقدر تسويها بالمباريات. يعني. أول شيء أصدقائي تمرن هاي المهارة بالهدوء، بعدين شوي شوي راح تتطور وراح تشوف سرعتك بالمباريات، سرعتك بتنفيذ هذه المهارة. والله القدم الثاني يا أصدقائي. طبعا أنا ما سويته المرة. أول مرة أسويها بقدمين ضعيفين. تمام شوي شوي نتطور انا وياكم. تمام شوي شوي نتطور يلا عاد. بالبدايه اخطئ اذا ما اخطات ما راح تتعلم. يا سلام ها بلشت تتعلم عليها بسرعه. اصدقائي يلا بينا على التمرين الاخير، تابعوا معي نفس هاي ولكن بالعكس تمام، هاي بتخدع اكثر. يلا على القدم الثاني. أصدقائي هيك بكون خلصنا فيديو، يعطيكم العافية على المشاهدة وآسف على القطع، كمان برجع بعتذر منكم مرة ثانية. أصدقائي ما مشترك بالقناة اشترك، خلينا نوصل 20,000 متابع بأقرب وقت إن شاء الله بنوصل، وأي شيء بدكم إياه طبعا أنا عم بنزل هاي التعليمات وهيك على طلبكم، وكل واحد منكم يكتب لي بالكومنتات أنت بأي مركز بتلعب عشان أعرف أي مركز أكثر مركز عندي موجود بالقناة. وشكرا لكم جميعا، شكرا من القلب، وصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سلام.